السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير. كي داير مع اجواء ديال العطله؟ كاين شي خريج، شي تجاج، شي بحار؟ انتما كتلاحظوا اليوم خرجت بيت نجيب واحد الدويره، واحد المعرض كاين في مدينه اكادير، وهو المعرض الوطني للمنتوجات المحليه في الدوره السابعه ديالو، كيكون كل عام. ومشيت نجيب واحد الدويره وقلت نصور لكم شويه ونشارك معكم كاع الاشياء المهمه اللي في المعرض. في هذا المعرض مجموعه ديال التعاونيات كتعرض المنتوجات ديالها طبيعيه 100%. انتما كيفكم البنات؟ انتما كتلاحظوا التعاونيات عندهم كلشي طبيعي، عندهم ديك الروز، الفوار، الحبوب، الاعراق. المهم هذه اختصاص ديال فئة هاي الأعشاب، وهاني ندوز كاع لي ستوند نوريكم كل واحد اش فيه. هانتوما كي كتلاحظو البنات هنا مخلطين، كاين أملو، كاين الأرقال، وكاين سكسو بأنواع ديالو، كاين الأعشاب، كاين الكلب، كاين العادي، كاين الشعير. هانتوما كيبان ليكم صابون الكلب تسد. صابون الزعفران والميزة. هذا سيروم ديال الشعر، زعفران وأرغان، ريحته زوينة. الصابونة كي كتهدل تتهدل بسرعة. الزعفران حتى هي زعفران الويزا. هذا عسل الزعفران، زعفران وحبة سوداء والكوك. شنو التعاونية سميتها؟ هنا كاين مجموعة أخرى كل ما يتعلق بالبشرة من كريمات، زيوت، صابون. انتوما كتلاحظو زيت الحبة السوداء، التعاونية فيها هي العسل، العسل الطبيعي، العسل الحر، الأشكال ديالو. دقت عندهم العسل الليمون، استعمال يومي، زوين زين العسل، حطيتو عندهم. الأعشاب البرية. ديال شبات مورينجا، هذه 600 اختي وهذا البنه. هذه شنو هي؟ هذه هذا السكر طبيعي، ستيفيا. هذا الناس اللي فيهم السكر كيحلوا اتاي وقهوة عوض هذاك السكر ديالنا، كيسمى هذاك ستيفيا سكرينا. هذه طبيعية دقيها في الصيف. عندي هذاك شوف لك هذيك مورينجا، هذه مورينجا
هادو كلهم جات هادي ايوا كلهم هاي ممكن ناكلها اي دوقي هذا كلشي هادو ما تخافيش منهم لان هذا الزعتر بابون ايوا هادي شو هذا السكر طبيعي كتخلي الناس السكر هادي لا هذه المورينجا ها المورينجا ما شويه هذا كل مره هي اخر التعاونيه هي هذه غندوز عندها غادي دابا نكمل المعرض غنخرجوا برا كاينه ساحه في ساحه الامن واحد الساره غنخليكم مع لقطات منها هذه تعاونيه حتى هي حاطه كريمات وقوماج وما اورد كلشي طبيعي كي كاع التعاونيات كل واحد حط الشكل الاختصاص ديالو المهم معرض فيه منتجات طبيعيه 100% ثمن مناسب كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بهذه الجوله وكالعاده ما تنساوش الاشتراك في مطبخ قناه مطبخ ام روان ليصلكم الجديد دائما ونخليكم مع السهره اللي كاينه في برا ديال المعرض في ساحه الامل في كيجيبي فيها مواهب شابه كيشجعهم يلا بادين يلا شكرا والى اللقاء الازرق الابتكارات والإبداعات دائما من الشباب المغربي ايوا عبوس عبوس يديكم ماشي ورا الشباب